من بعد ما هضرنا في الفيديو السابق على البرنامج اللي تقدر تتبعه في رمضان باش توجد الامتحانات ديالك مزيان، وركزنا عموما على الوقيتات المهمة في اليوم. في الاسبوع ديالك كاين الايام اللي عندكم خاوين، وكاين ايضا اليوم اللي كتقرا فيه غير النصف ديالو، الصباح والعشية، وكاين النهار اللي تيكون عامر من الصباح حتى العشية. الو، كيفاش غادي نقدر نقاد برنامج لكل يوم من هادو؟ هاد الشيء اللي غادي نتخرجوا به اليوم. ليتس جو. اذن الفجر اليوم غادي وتهبط، يعني اي واحد فاق في الوقت وتسحر او غير صلى في الوقت راه الربعة ولا الربعة وربع غادي تكون صليتي وساليتي. وحتى الى زدنا ربع ساعة كاع تقرا فيها شي جزء صغير من القرآن راه الربعة ونص انت واجد وتبدا تخدم. الا كان عندك الصباح عامر وداخل مع التسعود غادي تخدم حتى السبعة ونص ديال الصباح مثلا، وبالتالي غادي تكون وجدتي 3 ديال السوايع بتركيز مرتفع وخدمتي شي مادة صعيبة. وانا خليت لك هنايا ساعة ونص كاملة في ترونسبور من السبعة ونص حتى التسعود، وفي حالة كنتي قاري حتى ال 11 لاروب فراك غادي تخدم حتى ال 4 السوايع ونص او 5 السوايع في الصباح ديالك سالينا من نصف النهار الاول. الا كانت عندك العشية خاوية فهنايا بيس 12 ربع ساليتي، الواحدة ونص او حتى الجوج كاع هانت في الدار جوج سوايع غادي تنعس فيهم، الربعة هانت واجد غادي تخدم جوج سوايع حتى الستة العشية شي مادة سهلة شوية. هادي إلا كنتي غادي توجد الفطور، سينو راك غادي تخدم حتى السبعة وتكمل 3 سوايع. وحتى إلا كنتي غادي توجد الفطور راه هاديك ساعة أو ساعة ونص حتى هي يمكن لك تستغلها، غادي دير فيها أوديو كور ولا أوديو ريزيمي، أي حاجة كتحتاج تحفظ غادي تسجلها التليفون ديالك، دير شي اوديو فيه 10 دقائق او 15 دقيقه او 20 دقيقه، وغادي دير لي زيكوتور ديالك وتسمع ليهم وتوجد فطورك في نفس الوقت، وحاول تسمع الاوديو اللي سجلتي حتى 10 المرات باش تحفظ لك مزيان. وماشي بالضروره يكون غير ان تيكست ولا شي حاجه فيها التعبير هي اللي يمكن لك تسجلها، نو راه لي غلاصون اللي كتخدموا بهم حتى هما يمكن لك تسجلهم بطريقه بسيطه واحترافيه بحال كتشرح لشي واحد. وهاد النصف النهار الثاني ماشي بالضروره تجي فيه للدار، تقدر تجلس في المكتبه ولا مع شي جروب ديالك ولا غير مع صاحبك وتخدم انت وياه. وفي حاله كنتي قاري في العشيه دابا رمضان ما كاين لا قلب لا على الغداء لا هم يحزنون، هذيك ساعه ولا ساعه الا ربع اللي ما بين الصباح والعشيه عندك فيها غير الصلاه وترتاح فيها. واحسن طريقه تجلس في الشكوان في شي ضليله وغمض عينيك شي نصف ساعه وطلع، وها انت درتي الميديتاسيون ورجعت لك لينيرجي من جديد. اي فوالا، الى خديتو الفيديو السابق زائد هذا ديال اليوم غادي تكونوا قادرين تقادوا احسن برنامج ديال الخدمه في رمضان. ولا لاحظتوا راه تركز على الخدمه بنهار اكثر من في الليل، حيت بنهار ذاتك كتكون خاويه والتركيز كله تيمشي معك، بعكس الليل كتاكل كتحس بواحد الراحه وتيجي من وراها الكسل والخمول وكتبغي تنعس. وعلى ذكر النعاس ما تحاولوش ديباسيو 6 سوايع، الله يجعل البركه، حيت رمضان هو للعبادة والخدمة ماشي للنوم. دمتم في أمان الله، ما تنسوش هذا الفيديو تقدروا تشاركوه مع أصحابكم حتى هما باش تعاونوهم وتنجحوا كاملين إن شاء الله. السلام عليكم، see you next time.